مبروك يا شاهد. الله يبارك فيك يا عبد الله، عقبالك. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. ايه اللي جابه ده؟ اسم الله عليه محمود بقى وكيل نيابه في الصعيد واتنقل هنا مصر وجايين نشربوا الشاي، ايه رايك بقى؟ ان شاء الله كلها كام يوم ونخليكي تخرجي وهتبقي طبيعيه خالص. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي يا دكتور زاهر. انا عرفت انك انقذتني. انت انقذتني. انت انقذتني. انت انقذتني. انت انقذتني. مش يمكن لو كانت اتنقلت المستشفى كان هعيش. دكتور زاهر. اهلا يا دكتور. الدكتور زاهر. جرحنا الموهوب وتلميذي النجم. اهلا وسهلا. دول بعض طلبه الكليه جبتهم عشان يشوفوا الحاله على الطبيعه وتشرح لهم بنفسك العمليه بتاعتك والفرق بينها وبين الطرق الشائعه في اجراء العمليات اللي زي دي. انا تحت امرك يا دكتور. شكرا. نه انت مش ملاحظه حاجه ان احنا من ساعه ما قعدنا ما نطقتيش ولا كلمه؟ هقول ايه بسمعك؟ حتى دي مش حاسس بيها، كانك بتقوليها من ورا قلبك وكانك في وادي تاني خالص. انا معاك. معايا؟ انت عمرك ما كنت معايا من ساعه ما دخلت بيتكم وانت بتعامليني معامله تانيه خالص. المسألة إن أنا لسه ما خدتش عليك ودي حكاية محتاجة وقت. نهد ما تنسيش إن إحنا كنا مع بعض في الكلية ومعاملتك ليا كانت أحسن من كده. ليه؟ التفسير الوحيد إنك تكوني بتتمني إن عبد الله هو اللي يكون مكاني دلوقتي، مش كده؟ أنا عمري ما كان بيني وبين عبد الله أو غيره أي حاجة، وأنت تعرف كده كويس وتعرف أخلاقي. عبد الله تقدم يطلبني واهلي رفضوا وانتهى الموضوع. عارف. ارجوك بلاش الطريقه دي لانك كده بتخوفني منك. اخوفك؟ الله، انت بدك ما خرجتيش؟ هروح فين بس يا ماما؟ بعدين انت اتاخرتي كده ليه؟ مش عاوزك تقعدي برا الوقت ده كله. الوقت خدنا انا ومحمود قعدنا نتكلم وشويه وطب علينا محمود وإلا لازم اتعشى معاه. ما رضيش يسيبني ابدا. دول بيسلموا عليكي قوي. الله يسلمه. دول كانوا عايزين يجوا معايا بس الوقت كان متاخر. عملوا طيب ان ما جوش. بصراحه انا مزاجي مش رايق للقعدات والرغي. انا مصلحش اليومين دول لمقابله حد. دول جايين بكره. ام زينب ارحميني. ده محمود الفرحه كانت هتنط من عينيه لما عرف انك انت سبت مجدي. وشهاده لله أمه بتحبك قوي. ماما أبوس إيدك. أبوس إيدك ارحميني. لو تريحيني وتكوني صريحة معايا ليه بتبعدي عني؟
ليه ما بتحاوليش تقربي مني؟ نفسي اعرف انا عملت ايه عشان تكرهيني. انا عمري ما اعرف اكره، وبعدين هكرهك ليه؟ الظاهر انك برضو محتاج وقت عشان تفهمني. نفسي افهمك، وصدقيني مش هزعل منك لو كلمتيني بصراحة. الصراحة احيانا بتحرك وتبعد المسافات. بالعكس، لان مكانتك في قلبي كبيرة قوي اكتر من تتصوري. في اي حاجة هتقوليها بصراحة هتقرب المسافات بيننا. مش عارفة اقولك ايه. ما تقوليش حاجة، قولي كل حاجة بتخطر على بالك دلوقتي زي ما تطلع. بصراحة انا من اول مرة شفتك فيها في الكلية وانا بخاف منك، من جرأتك وطريقتك، ده غير الفكرة اللي انا كنت واخدها عنك من كلامهم عليك في الكلية. بس انا عمري ما حاولت اضايقك، وكنت دايما بعملك باحترام، وعمري ما عملتك زي غيرك. ده حقيقي لحد ما، لكن انا بطبيعة تربيتي كان نوعك من الشباب بخاف منه واكون حذرة منه، والحذر نتيجة الخوف، الخوف بتعود بيخلق المسافات. مش سهل ابدا نقرب لان بينا ورقة كتبها مأذون. فهمتني؟ بالنسبة لك ورقة، لكن بالنسبة لي كان حلم كبير قوي اتمنيت يتحقق من اول لحظة شفتك فيه. وكل تصرفاتي وكلامي وحركاتي كانت كلها من الظاهر بس، لكن الحقيقة اللي جوايا الإنسان الطيب المسالم افتكرت انك اكتشفتيها وعرفتيها من كتر مقابلتنا مع بعض. مع الوقت حقدر اكتشفها واعرفك كويس، الجوهر من المظهر زي ما بتقول. لكن يهمني تعرفي انك انت الإنسان الوحيدة اللي انا حبيتها واللي انا هحبها. يا اختي قطع، انا ما كنتش مستريحة من الاول، انما بقى النصيب. مش مشكلة، واحد مش غاوي تفاح يبقى لا مش في التفاح. انت بتكبر بخاطري ولا بترفع معنوياتي؟ انا بحمد ربنا لان عمري ما حصل من التفاح. قلت ايه؟ محمود شريكي يا زينة، وحماتك هتحطك جوه عينيها، وانت غالية عندي اكتر من بنتي. سكتة ليه يا زينة؟ هقول ايه بس؟ قولي موافقة. هقولها على طول كده؟ مش المفروض اتكسف الاول واقول اللي تشوفه ماما؟ الكلام ده يقوله حد تاني، مش صحفي وكاتب احترف مهنة الادب واصبح له دور ورسالة يفضل حياته الشخصية. هو انا لسه هفهمك حاجة زي دي. ده صحيح يا استاذ، انما انا وعد حضرتك من النهاردة ان شاء الله هتفرغ لألمي وبس. اتمنى. ودلوقتي مؤتمر ادباء الاقاليم، انت المسؤول عن التغطية الصحفية له، ويهمنا جريدتنا تبرز بشكل واضح. يا فندم انا معظم الادباء الشبان انا على صلة بيهم، وجريدتنا نشرت لهم قبل كده كتير، وان شاء الله اثناء المؤتمر هنشر لهم كل اعمالهم بالاضافة كمان لاراء كبار الكتاب. برافو يا مجدي، ربنا يوفقك. شكرا يا استاذ، مع السلامة. اديني المطبعة. انت لسه بتخافي مني؟ بالصراحة انا دلوقتي اللي خايف من صراحتك. ما تخافش، انا عرفت ان انا كنت غلطانة، ما كنتش فاهمك كويس. ياه، دي اسعد لحظة في حياتي. انت ما تعرفيش انت ايه بالنسبة لي. احنا اتأخرنا قوي، لازم نمشي. اتأخرنا ايه؟ ده لسه بدري. هيقلقوا عليا قوي في البيت، انا عارفاهم كويس. بقولك ايه، احنا مكتوب كتابنا، يعني انت مراتي دلوقتي وهم عارفين ان احنا هنتأخر. بس انا ما تعودتش على السهر ده كله. معايا هتتعودي على السهر وهتحبي الليل اكتر. ده احنا لسه هنسهر في مكان تاني بعد دلوقتي، في حتة مطعم هيعجبك قوي. مساء الخير. ايه ده؟ وحشتيني عليكم، ده الكلام ده؟ بابا ما هو شهر. نعم، ما تقوليش حاجة، خش انت ارتاح، أنا هفهم عمي على كل حاجة. ما هي دي برضه مش اصول، ازاي تسهروا بره لحد دلوقتي؟ احنا ناس محافظين، انا شخصيا عمري ما سهرت بره البيت اكتر من الساعه 11. تقوموا ترجعوا دلوقتي، ناس تقول علينا ايه؟
خلاص خلصت كلامك ولا لسه في حاجة تانية عايز تقولها؟ أنا مش عايز الحكاية دي تتكرر تاني. لا هتتكرر تاني وتالت ورابع، لأن نهد دلوقتي مراتي وأنا المسؤول عنها، ومش من حقك تحاسبها، وبالتالي مش من حقك تحاسبني. إيه؟ بتقول إيه؟ بقول اللي حضرتك سامعه، ودي آخر مرة هسمح لك تتدخل في شؤوننا. نسهر ما نسهرش، نخرج ما نخرجش، نعمل اللي احنا عايزينه. انت اكيد مش في وعيك، انا ابوها. مظبوط، ليك عندها الاحترام، لكن ليا عندها الطاعه وانها تسمع كلامي. الشرع والقانون بيقولوا كده. انا ما كنتش فاهم انك انت بالشكل ده ابدا. ارجوك ما تكملش، لاني حاسس انك كنت هتغلط، وانا ما احبش حد يغلط فيا. على الاقل يفضل الاحترام متبادل بينا. شوف بقى، أسر الكلام عشان ننهي المناقشة. انت عارف ان ناهد لسه ما بقتش مراتك، لما تتجوزوا وبتصرفوا زي ما انتوا عاوزين، لكن قبل كده بلاش تتصرف تصرفات تزعلنا منك يا شاهد. وانا ما اقدرش على زعلكم يا عم. بسيطة، تاهت والإناه، ايه رأي حضرتك لو نتجوز بكرة؟ لا مش قبل ما تتخرج. ليه يا عم؟ ده الجواز بيساعد على المذاكرة والتركيز. احنا ما اتفقناش على كده. بسيطة، نتفق دلوقتي يا عم. وعلى فكرة اوعى تفتكر حياتك ان انا راجل بتاع مشاكل، يعني حضرتك لو ما وافقتش لا سمح الله، يعني انا راجل لا هروح البوليس ولا هطلبك بيت الطاعة ولا اي حاجة من دي. اوعى تفتكر ان انا انسان غاوي مشاكل، انا انسان مسالم قوي، بس عايز الرد بسرعة. ممكن؟ بالإذن. عمي تصبح على خير. عمي الرد بسرعة. ده جيل ايه ده؟ التعليمات اللي في السكريبت تتنفذ بالحرف الواحد. تحت امرك يا استاذ. ايوه لو سمحت من فضلك، الاستاذ صلاح مغاوري موجود؟ مين حضرتك؟ انا مجدي السيد الصحفي والكاتب. اهلا يا فندم، استاذ صلاح مستني حضرتك. اتفضلي يا استاذ صلاح. فندم. استاذ مجدي السيد. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك. ازيك يا استاذ؟ انت بالكاتب عظيم. اهلا وسهلا. الله يخليك. ازيك يا مجدي بيه؟ الله يخليك. صلاح مغاوري المخرج السينمائي. طبعا حضرتك غني عن التعريف. سيبك من المجامله ديت، روايتك الاخيره عجبتني، انا متفق معاك في بعض ارائك. انا متشكر جدا على الشهاده العظيمه دي يا فندم. سيبنا بقى من المجاملات، روايتك الاخيره فعلا عجبتني، شايفها صوره قطرات المطر، المساحات، البطل والبطلة وهما بيدوا ظهرهم للغروب. الرمز عندك واضح، واضح جدا، هايل، عجبني. خصوصا ان في العمق تحت السطح في سياسة، فوق في ورق سلوفان. المضمون في النهاية مضمون اجتماعي رومانسي. يظهر ان حضرتك قريت الرواية بتاعتي بشكل متأني جدا، عرفت ما بين السطور. وبين السطور كمان، انا اي روايه بختارها لازم تهزني الاول. اسمع، انا هعمل روايتك دي فيلم. ده شيء يسعدني يا استاذ. شوف، في الواقع السينما هي طريق الشهره، هي اللي هتعرف الناس بيك. بص، ما تعترضش في اي حاجه هقولها. نسبه الاميه في الوطن العربي كبيره جدا، اللي بيشوفه اكتر من اللي بيقروا. حقيقي صحيح، افلامي صحيح مكلفه، لكن المنتجين بيحبوا اننا اخرج لهم افلامهم، لان في النهايه افلامي بتحقق ارباح كبيره، بتكسر الايرادات، بتكسر الدنيا. ايوه يا استاذ طبعا، كل كاتب يهمه جدا انه يوصل للناس. خلاص انا هوصلك للناس، انت بقى اللي هتكتب لي السيناريو بتاع الفيلم بتاعي. ايوه بس يا استاذ انا ما عنديش اي خبره في كتابه السيناريو. لا من جهه دي الحاجه دي ما تقلقش، انا هكون معاك مشهد مشهد، ما تخافش، هقعد معاك، هنقعد مع بعض كتير، هنتفاهم، هنعرف بعض اكتر. وانا تحت امرك يا استاذ صلاح.
انا سعيد بيك قوي. شكرا. مع السلامه. الله يسلمك. فرصه سعيده. يا عم عبد الفتاح. فندم. من فضلك حضر ابو بينا بسرعه. حاضر يا فندم. الو الفيلم جاهز يا فندم. اقوم اعمل لك قهوه. استنى ما انا لسه شارب قهوه. هي صوره ولا عايزه تهربي مني؟ زهقت من القعده معايا. مفيش فايده فيك. هما بتوع النيابه كده قلبتها وفسرتها. ناقص كمان تحولني للمحكمه. طبعا بحكم المهن. اوعي يكون الحكم ضدي بقى. ده جزاتي ان انا عايزه اكرمك واعمل لك فنجان قهوه من اللي هو. خلاص النيابه بتقدم اعتذار والحكم لصالحك. ادخل يا شويش. نعم. دي واحده شوف مين على البيت. اتفضل. سميحه انا ترددت قبل ما اجي، لكن قلت مهما حصل يا زينب احنا اصحاب وما نستغناش عن بعض ابدا. يا حبيبتي يا سميحه وردي وحشاني قوي. كان نفسي اجيلك لكن معلش. انا فاهمه. تعالي اتفضلي. اما اعرفكم ببعض، سميحه اعز صحباتي. تشرفنا. اهلا وسهلا. الاستاذ محمود وكيل نيابه جوزي. الف مبروك. كتبنا من اسبوع عالضيق يعني. والحفله باذن الله في الجواز، وطبعا حضرتك اول المعزومين. مبروك. الولد ده طلع مش سهل. ده ميه من تحت تبن. ده بيهددني. تصوري يا وافق يا قلوي دراعه ويتجوزها. انا اتخدعت فيه وده اللي مزعلني. ايه ده بس؟ بيحبها ومستعجل على الجواز، فيها ايه دي؟ هو مش جوزها صحيح وبرضانا وموافقتنا؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، وبعدين مش بالطريقه دي. انا ما احبش حد يقلوي دراعي. ما تكبرش بس انت الموضوع. هو واضح ما يقصدش كل اللي ببالك ده. ده حتى شاب مؤدب. انت اللي فهمته غلط. الله، انت لسه هتدافع عنه؟ مش جوز بنتي. اسمع بس يا عز، انا وانت نفسنا نسطرها ونفرح بولادها النهارده قبل بكره. ايوه بس الجواز مش سلق بيض، ده فيه جهاز واستعداد. مش مشكله، كله يتدبر. ازاي بس؟ ده لازم يكون احسن جهاز. دي بنتنا الوحيده. ده انا هسافر دمياط مخصوص عشان يعملوه، وده هياخد وقت. كل اللي نفسك فيه هيحصل. هو في حل لو يوافق عليه. حل؟ حل ايه؟ الشقه واسعه، وهي لو راحت بيت جوزها دلوقتي هنقعد احنا هنا لوحدينا بطننا. ليه ما يتجوزوش ويجي يقعدوا معانا هنا في البيت يونسونا؟ ايوه قولي كده بقى. انت بترسمي على كده من الاول، نفسك انها تفضل في حضنك طول العمر. لكن لا، حتى لو وافق هو انا مش هوافق. انا احب ارتاح في بيتي، وده مهما كان غريب. غريب؟ غريب ازاي؟ ده خلاص بقى زي ابننا، وده شيء مؤقت لحد ما تجهزها براحتك وعلى كيفك. ده انت اكتر مني، نفسك ما تغيبش عن عينك لحظة واحدة. انا زرت زينب. ها وزيها زينب. انت ضيعت زينب من ايدك يا مجدي. زينب خسارة. ليه يا سميحة؟ ما احنا هنفضل اصدقاء. زينب اتجوزت. بس للأسف بحبها من أيام ما كنا في الجامعة. وليه بتقول للأسف؟ لأني ابتديت أكره نفسي من ساعة ما خطبتها. يعني مش في نيتك تكمل الجواز؟ لا بس غصب عني. فهمت، وكويس إنك صريح معايا. الحالات اللي زي دي بيكون سببها نفسي
ما دام مفيش سبب فيسيولوجي وبتستجيب للعلاج مع الوقت، بس بتحتاج لشويه صبر. انا ما اقدرش ابني حياتي الزوجيه في المستقبل، يمكن تكون حياه زوجيه ناجحه او فاشله، وهيكون ده في علم الغيب. الياس عمره ما كان علاج يا استاذ مجدي، لانك شاب مثقف وناضج، والا ما كنتش طلبت المساعده مني. انا انسان ومش من حقي ابدا احرم انسانه انها تعيش حياه زوجيه بشكل طبيعي. اتفضل يا حبيبتي، خش برجلك اليمين. نهت، هو ده اليوم اللي كنت بتمناه طول عمري، انك تكوني مراتي. شاهر، انت نجحت فعلا انك تقربني منك، انا سعيدة اني بقيت مراتك. وكل حاجة ليا في الدنيا، مراتي واختي وامي وقلبي، عمره ما هيسعى غيرك ابدا. اتفضل يا حبيبي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. ادخل. اهلا اهلا يا دكتور زاهر. حضرتك طلعتني يا دكتور؟ طبعا، علشان ابشرك وابارك لك. ايه خير؟ مجلس الكليه النهارده كان عنده اجتماع وقرر انه يبعتك بعثه دراسيه علشان تاخد الدكتوراه. صحيح يا دكتور؟ انا كنت بتمناها من زمان دي. الحقيقه انا قلت ابلغك بنفسي، لكن ان شاء الله هم هيبلغوك رسمي. والسفر خلال شهرين يا دكتور زاهر. يلا بقى جهز نفسك علشان ترجع لنا وانت معاك الدكتوراه، وتبقى عضو هيئه التدريس معانا في الكليه. مبروك يا حبيبي. مبروك لينا احنا الاثنين يا حياتي. بس مش عارف ازاي حاضر ابعد عن البلد السنين دي كلها. الفلاح اللي جوايا مرتبط بالارض، بيخاف من الغربه. ما هو الفلاح اللي جواك ده برضه هيبعد عن البلد عشان يتعلم. ايوه بس لسه القريه والاهل جوايا، عمري ما نسيتهم. ومين قالك انك هتنساهم؟ هيفضلوا جواك برضو. الانسان بيتعلم ويكسب خبره عشان ينفع نفسه وينفع بلده. بس لما هرضي بقى مش عارف هسيبك هنا لحد ما تولدي ولا هتيجي معايا. هاجي معاك طبعا، انا عمري ما هسيبك ابدا. وبعدين ما تنساش ان انا متجوزه دكتور، ودكتور كبير قوي. خلاص يا حياتي انت تأمري. ايوه كده، هو ده مجدي وادي الشغل. المقال الاسبوعي يا فندم حبيضه هيكون عند حضرتك بعد ساعه واحده. الحقيقه انت حيرتني معاك يا مجدي، يا اما شعله نشاط وعمل متواصل ليل ونهار، يا اما مفيش. ايه حكايتك؟ لا خلاص يا استاذ، انا دلوقتي هدفي بقى واضح قدام عيني. هدفي الوحيد دلوقتي ان انا احقق كل طموحاتي الادبيه. الطموح هدف مشروع، وانت بشهاده الجميع موهوب موهبه عاليه، هتفرض نفسها ان شاء الله مكانه في يوم من الايام لو استمريت بنفس الراي والاصرار. اهو تشجيع حضرتك ده ورايك فيا بيديني ثقه كبيره قوي في نفسي، وان شاء الله هوصل للمكانه دي. بس مش عارف يا استاذ، حاسس ان الحلم ده بعيد بعيد قوي. ده الحلم الوحيد اللي فاضل لي، وانا واثق ان الحلم ده هيتحقق في يوم من الايام. قول لي بقى بالمناسبه، ايه اخبار الفيلم؟ الفيلم خلاص انا قربت انتهي من كتابته. قعدت مع الاستاذ صلاح مغاوري وتناقشنا كتير في المشاهد بتاعته، وان شاء الله هننتهي منه قريب. كتابه السيناريو كتابه عظيمه جدا، وفادتني فادتني كتير قوي. الف مبروك يا خبر فيك. مع السلامه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اي خدمه. عايز ايه؟ حريم ولا رجال؟ لا حريم. طب تحب خاتم، اسوره، كوليه، انسيال؟ مفيش حاجه محدده، نشوف وناخد راي بعض. تحت امرك. في حدود كام؟ مش غاليه قوي ومش رخيصه قوي، نشوف ونقرر. نقدر نختار من المجموعه دي؟ أكيد فيهم حاجة تعجبك. هنشوف. ده مش بطال.
مساء الخير على احلى عصفوره في الدنيا. مساء الخير. 6 شهور يا حبيبتي، 6 شهور عدوا معاكي كانهم ثواني. قلت هديتي هتقدر تعبر لك على اللي لساني مش قادر يعبر عنه. الله، تجنن تجنن يا شهر، ميرسي قوي. العفو يا حبيبتي. بس تعرف انا نفسي في هديه تانية خالص هتفرحني اكتر. امور يا حبيبتي، اي حاجه في الدنيا ما تجلاش عليكي. انك تتخرج البكالوريوس. طبعا طبعا، ده امر مفروغ منه يعني. ازاي بقى وانا شايفاك مكسل خالص؟ مش مكسل ولا حاجه، كل الحكايه ان تفكيري اليومين دول مشغول في صفقه، لو تمت هتبقى صفقه العمر، هتامن مستقبلي ومستقبل ابننا اللي جاي. صفقه؟ صفقه ايه؟ لا دي هبقى احكي لك عليها بعدين، المهم دلوقتي حضرتك تحب تخرجي تروحي فين؟ انا تحت امرك. قط فينالة هايلة. السينما بفضلي كسبت كاتب سيناريو مبدع، الناس هتشوف لي فيلم هيفرقع. اللوكيشن، اللوكيشن اللي بتدور فيه الاحداث جديد في جديد، هو ده هو ده. جماله تعالوا تعالوا يا حبايبي. مع اخواتكم هتبقى جد. يا ناهد حامل وكلها كام شهر يجي اللي يقولك يا جد ويعجزك. هيعجزني انا لوحدي؟ ايوه طبعا يا اخويا، انا لسه شباب، اتجوزتني وانا اصغر منك بكتير، يجي كده ب15 سنة. 15 سنة ما تركبش يا ريل، ده معناه اني اتجوزتك وانت في اللفة. خدش آية. واضح ان الحرامي كسر قفل مخزن الخشب اللي في ظهر المحل ودخل واستولى على كل المسروقات ورجع تاني بنفس الطريقه. خرب بيتي ليه؟ خرب بيته. معلش هدي نفسك، هدي نفسك، باذن الله هنقبض عليه وهنرجع لك كل المسروقات. ها رفعت البصمات؟ لسه هرفع البصمات من على القفل وهروح مخزن الخشب عشان اعينه. ماشي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يا اختي انت بتضحك على ايه يا عطاوط؟ اصل كده عداد الهوا يبدي على 35. اخد بالك انت. اخس عليك، اخس عليك يا عطاوط، انت فاكرني ايه؟ فردة كاوتش؟ اوعى كده انا متخصماك. لا 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 لا، ما تقصبنيش ولا تزعلي مني. تزعليش ابدا يا حبيب قلبي، واذا كنت هتزعلي مني انا الباشمهندس الصغنن هو اللي يصالحني، مش كده يا باشمهندس؟ الو الو الو، انا معاك على الخط. ايوه الباشمهندس بيقول لك يابا ما تبقاش تزعل امي. خلاص ما تزعليش، انا ابدي الندم على غلطتي في حق القمر. يا قمر انت يا غاليه ما تزعليش، انا هربط لساني على الشعره وهقف ساكت في مكاني كما التلميذ، هعمل فلاشر لغايه ما تضحكي. اضحك
اضحك على ايه بقى؟ ده حتى انا قلبي مقبوض قوي. حكي من امبارح حلمت خير، اللهم اجعله خير، حلم وحش قوي. لا 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 لا، تنيكي بس، كنت نايمه الكابوريه. دي صيغه المدام، احنا اتفقنا ان احنا نبيع عشان بنعمل مشروع، ما تقلقش يعني. تحت امرك يا فندم. هتضطر تنتظر ربع ساعه لان الفلوس في الخزنه مش كفايه. مش مشكله، تحت امرك. هستاجر فلوس في التليفون. اتفضل. جهزي نفسك يا سميحة، النهاردة هنروح البلد نقعد يومين ونسلم عليهم قبل ما نسافر. دول وحشوني قوي، والبلد كمان بتهدأ أعصابي. بس نسافر متأخر بقى، عشان النهاردة لازم روح الشغل أقدم على أجازة بدون مرتب. خلاص أوصلك وانا رايح المستشفى. ما تقلقش، الفلوس هتوصل لك حالا. مين قالك إنها الآن؟ تحت أمرك، مفيش حاجة. فضل معانا بهدوء وبدون شوشر. انت شاهر حسين الزناتي؟ ايوه يا فندم. انت اعترفت في تحقيقات البوليس بسرقه محل المجوهرات. يا بيه انا ما سرقتش، دي قضيه واتلفقت لي. واعترافك؟ الاعتراف ده كان مرهون لظروف. يعني بتنكر التهمه؟ ايوه. انت ظبطت متلبس ببيع المجوهرات، وشاهد عليك صاحب المحل، يعني التهمه ثابته عليك. وكمان ليك قبل كده قضيه سرقه عمك اللي اتنازل عنها، يعني انكارك في تهمه واضحه ما يفيدكش، وادعائك بالتلفيق واهي ومخالف للتحقيق. السرقه اللي فاتت قدرت تفلت منها، لكن المره دي مش هتقدر تفلت من القانون. الشاي عزت. تشكر، خليه يبرد شويه. انا قلقانه على شاهر وخايفه لا يكون جرى له حاجه. ربنا يستر. وهنفضل قاعدين كده ساكتين؟ ما تتصرف، اسال عليه، دور عليه، اعمل اي حاجه. اعمل ايه يعني؟ ما هو ما كانش معرفنا طريق اهله او قرايبه او حتى حد من معارفه عشان نساله. حتى لقيت بنتك ما تعرفش عنه حاجه ولا غاب ليه. اوعى تكون زعلته حاكم، انا عارفاك. هزعله ليه بس؟ هي اي حاجه تحصل في الدنيا ابقى انا السبب؟ مش هتبطلي الخصله بتاعتك دي؟ ممكن تسيبيني اقرا الجورنال واشرب الشاي بمزاج وانا ماسكاك؟ دي حتى ناهد قاعدة في اوضتها قلقانة، ومخها قاعد بيودي ويجيب، وده مش كويس عليها في الحمل بتاعها ده. هي دي مش بنتي زي ما هي بنتك. مش ممكن، مش معقول. ايه؟ في ايه؟ اهدي بالله بقى يا سنية، العياط مش كويس علشانك كده. ما عيطش ازاي بس؟ ده انا لازم اعيط بدل الدموع. دام دمي ابني ده، انا اعيط. ربيت وكبرت وبنيت، اتاري كل اللي بنيته تهد، واخرتها طلع حرامي. ابن انا يطلع حرامي؟ يا خساره، صارت سهر الليالي، يا خسارة عمر اللي ضاع، يا خسارة، يا ميت خسارة. طب قومي بقى، قومي بقى، خش استريح شوية جوه، قومي. ارتاح وحتيجي منين الراحة؟ ده أنا نار، نار وأيدة جوايا. ما هو الزعل مش كويس عشانك، مش عايزين اللي حصل يتكرر تاني. مش بإيدي يا سعدية، مش بإيدي. ده اللي حصل ده يهد جبال.
بس زعلك ده مش هيخليني انزل ولا اتحرك بالبيت، هفضل قاعد هنا لغايه ما اشوفك وانت رايقه. لا انت لازم تنزل تروح ورشتك تشوف اكل عيش. الصراحه مش رايح الورش خالص، انا هروح له محامي زبون عندي اخده معايا ونروح له، ما هو برضه مش اصول نسيبه لوحده. برضه انا السبب دايما كده؟ ايوه كان لازم تسال عليه كويس وتعرف اصله وفصله. ما انا سالت عليه لكن هو قدر يضحك علينا. يا ما قلت لك بلاش الاستعجال، ما سمعتش كلامي، دلوقتي بقيت انا الغلطان؟ ما هو كان واكل دماغك بالكلام والهدايا وشويه البوليتيكا بتوعه. ما انت كمان اتخميت فيه زينا، وانا كنت اعرف منين اللي نفتكره موسى هيطلع فرعون. اهو فرعون ده بقى دونا عن كل اللي تقدموا لها هو اللي خش في دماغك. كلهم طلعت فيهم القطط الفاطسه. اقول لك ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه ما هو انت كده ما تحبش تعترف بغلطك ابدا. الله احنا هنتخانق؟ ده وقته؟ مش كفايه المصيبه اللي وقعت على دماغنا؟ واتضرب بقى على بنتك المسكينه لما تعرف ان جوز الهانه طلع حرامي. ايوه واللي ينقط انها حامل منه، قال كنا فرحانين. يعني مصيبتين مش مصيبه واحده. لطيف الطف يا رب. ايوه بس هنعرفها ازاي؟ انت ناوي تعرفها دلوقتي؟ يعني هنفضل مخبين عنها لامتى؟ مام سرعه تعرف ولازم تعرف. هو ايه اللي لازم اعرفه؟ ساكتين ليه؟ ما تتكلموا. شاهر جراله حاجه؟ ما تقولوا جراله ايه؟ يا بنتي انا جبت لك الاستاذ رزق المحامي معايا. فيك الخير يا استاذ عطيه. ده احنا اهل شده وتزول. انا هقابل السيد وكيل النيابه وابشر مع التحقيق. ربنا يقدم لي فيه الخير. نفسك معانا. لا والله ما جابلوش الكلام. استنى يا عم عشان خاطري. طب كلمه صغيره بس، دي لقمه عشان تبر بيها نفسك وخالتك بتسلم عليك. ربنا معاك. سلم لي عليها. ربنا يخليك. ايه طلبت الدكتور؟ جاي حالا. بنتي ناهد ردي عليا يا حبيبتي. كويس يا ناهد؟ الحمد لله وقعتي قلبنا، منه لله اللي كان السبب. ساعديني يا ماما ادخل اوضتي. حاضر يا حبيبتي. تعالي قومي معايا. على مهلك على مهلك. القضية رقم 532 جنح، المتهم فيها شاهر حسين الزناتي بسرقة محل مجوهرات. حكمت المحكمة حضوريا بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 جنيه. رفعت الجلسة. الله عال دخلت التاريخ يا سي شاهر. ها عرفت ابنك على حياته وهانم؟ صدقتني لما قلت لك ان هو اللي سرقني وكان عايز يوديني في داهيه وان انا ما افتريتش عليه زي ما حضرتك بتقولي؟ ما خلصناش. عليه صوتك قد كده، شيل ايدك من ابني يا سعد، ابني المتعلم النظيف. نظيف قوي.
او الشمنول بسلامته وطلع حرامي. امنت بالله ولا لسه بتكبري يا هانم؟ كفايه كفايه بقى، حرام عليك، انت شتان فيا ليه؟ سبحان الله، في طبعك يا مشاهد حشمتي ليه بس يا بنت الناس؟ انا حبيت اقول لك ان انا ما ظلمتوش. انا اللي ظلمته، انا اللي ضيعته. دلوقتي بس حسيت بغلطتي. غلطه ايه وبتاع ايه؟ ده واد فاسد من يومه، ده منعوه بميه الاجرام. هو ما اتولدش كده. الام مش هي اللي بتولد وتوكل، الام اللي بتربي وتعلم وتصحح. يا سلام، ما خالته كانت قايمه بواجبه اكتر شويه، وعاملاه زي ابنها واكترين كمان، وقايل صبيحه له شمع. يعني انت هانم كنت سبتيه في الشارع؟ ما فيش حد في الدنيا بيعوض ابن عن امه. خساره. فهمت؟ ده متاخر، متاخر قوي. كلام فارغ. يا ما في عيال كتير جدا اتربوا بعيد عن امهاتهم وابهاتهم، وحتى في الملاجئ. عايزه تفهميني يا مشاهر بعد العمر ده كله ان جوازك مني كانت غلطه. مش غلطتك، دي غلطتي انا. انا اللي جوزت راجل قلبه بيحس بيا لوحدي. كان لازم اتجوز الراجل اللي يعوزني ويحبني انا وابني، وقلبه يحس بينا احنا الاثنين مع بعض. هتوحشني جدا يا دكتور زاهر. ما تصعبش المسألة عليا يا مجدي. انا مش فاهم سميحة بتعمل ايه كل ده. سميحة، سميحة، سميحة. ايوه، انت هتيجي معانا المطار يا مجدي؟ طبعا. شوف، كنت هنسى اهم حاجة. هتعطلنا. هو كده دايما الستات يفتكروا في اخر لحظة. ايه، كنت هنسى شهاداتي اللي ترجمتها. ثانية واحدة بس اجيبها. شهادات ايه؟ اصل انا ناوي يا سيدي اتقدم على دراسات عليا هي كمان. دراسات عليا ايه وبتاع ايه؟ الكلام ده هيلبخ، مش تستنى الاول لما تخلف باذن الله. الله، ما انت عارف يا مجد اختك سميحة لما تطلع في دماغها حاجة لازم تعملها حتى ولو كانت صعبة. عنادية. هاخد الدكتوراه باذن الله، بكرة اوريكم. خد بقى الظرف ده بس حافظ عليه. شهاداتي. حاضر يا سيدي. ناسي حاجة تاني؟ لا. اتفضل. ليديز فيرست. ثانك يو. لا لا. شيل انت دي يا زاهر. يلا يا استاذ، يلا. افتح الباب. خش يا خفيف. ايه اللي جابك هنا يا خفيف؟ ما ترد على البيع دردل. هو بيبوظ اخرس ولا ايه يا جدعان؟ مش اخرس يا جدع، اصل اللحمه الغاليه بره. تلاقيه كان لسانه. اصل بيحب لحم الخيل، والمثل بيقول لسانك حصان. الله يا جدعان، خف عليه، ده لسه داخل السجن الدين. قولوا قولوا. لازم نجيب الفتوة والكوموندا بتاع الناس دي. سمعش عن زنجير؟ زنجير لما يتكلم تجاوب، وبسرعة كمان. ما حصليش الشرف. ريحة بقك بسط، مش طايق ريحتك. بس أنا مش واكل بسط. بس أنا شايل بسط.
الدنيا فاك. وانا كمان مش طايقك يا اخي، ومش نازل لي كلامك من زور، احسن لك تقصر الشر. انت هتعصب معايا يا مفعوص. تبصنيش كده وانت اللي تشوف حاجه. لا يعني تعال، في حاجه؟ لا. وانت في حاجه؟ ما تبصنيش كده. قوم يا اخويا قوم. ايه ريحه بقك؟ بس لو عبوك مش عجباني ابعد عني. تعالوا كده. انا اسمي شاهد. اسمي ايه؟ شاهد. ابعد. عرفتوا مين شاهد؟